السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد صباحكم متابعين الأعزاء. اليوم إن شاء الله رح نعمل سلطة البنجر الزاكية، إن شاء الله رح تعجبكم. وهلأ رح نبدأ بالطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هلأ بناخد البنجر وننطفه منيح منيح ونسلقه، يا أما بتسلقيه بطنجرة الضغط يا أما بتسلقيه بطنجرة عادية، بس لازم يستوي زي البطاطا، وهو بياخد وقت بالسلق. نسلقه ونرجع لكم. هاي البنجر سلقناه، هلأ منقشره، القشرة بتطلع بكل سهولة. نهرس البنجر منيح منيح، وممكن تعمليه بالآلة ست البيت أو بالخلاط الكهربائي زي ما أنت بدك. نحط رشة ملح، معلقة خال كبيرة، معلقتين عصير ليمون، معلقتين زيت زيتون كبار، طبعا انتو بتدوق اذا بدها ملح او ليمون كمان تحطوا لها. جزء رح اعمله مع الطحينة والتومة، والجزء الثاني رح احط عليه عين جمل. هاي السلطة هي هيك، نحط لها عين جمل، مفيدة جدا وزاكية. ناخد جزء نحطه معه ونخربطه، نجيب درس تومة صغير وشوية فلفل أخضر نفرمهم عليها. نحط معلقتين طحينة، عصرة ليمون، نظبط الليمون تبعها، نظبط الملح، نحط شوي من مرقة سلق البنجر اللي سلقناه فيها، بدها رشة ملح دقتها، طعمها يا جماعة خرافي للأمانة، كتير زاكية. ورشة زيت زيتون كمان. اعملوها 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 بإذن الله رح تعجبكم، بتشهي، بكفي انها مفيدة. نحط كمان على الوجه هيك، نزينها بزيت الزيتون، هاي صرصوبة زيت زيتون يا جماعة بيشهوا. اثنين أزكى من بعض، صحة وهنا. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب علشان يوصلكم كل شيء جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.